نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. أنا متمنى متاع الصباح جيت القشي قلت لي ترى جيت 9:15 خلاص تكي ومطيش هنا أكل مسؤولين الكل أكل ترافيهم الكل مثلا هربوا الكل نمشي لواحد أخوي منين يقول لك ما أعرفش أخوي بكيفاش تجيك لحداش جات لحداش قلت لي 10:15 جات 10:15 بدل نصف النهار جات نصف النهار أخوتي كيفاش قلت له بدل هاتي تكي هاتي فلوسي قلت لي لا وقعد ثم توجي ترى متمنى متاع الصباح أخوي قاعد يستنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي المعظم با من 7 ولا هنا فما اشترى 9 فما اللي بصغارهم فما اللي جاي من بيجا جاي معناه باش يروح شنو يعمل يرجع لبيجا من بيته لهنا مش عارفه واحنا خممش كان في روحه يخمم زاد في العباد اللي معاه قرف البس بونت حمرا واخدم على روحك. جيت تو عندي ساعه حبيت نعرف شنو اللي صاير نسال في السيد تابع الشركه هنا قلت له بلي ترى رادس وقتاش يخرج يعني كل ساعه كل ربع ساعه قال لي ما نعرفش واحنا مانيش نخدمه فصوت بالي نتاع واحد ما فهمتوش كي مشيت سالت الناس الداخل قالوا لي راهو عم يضرب بو احنا كبيض مسافرين استعملوا في الطرا في بلنش تسال السيد واحد اخر قال لي ما نعرفش اقعد استنى المساعتين شوفوا شوف دونك هذه حال تونس 2021 دونك ما عادش تفهم شيء العباد من الريوسة تعمل اضراب وشكون الخاسر هو السيد اللي استعمل كسوا انا ولا غيري ولا ناس عائله مطيشه برا في البرد وانا قاعدين نشوفوا في وضع تونس والى متى الله اعلم. العربي اليعقوبي الكاتب عام لجامع العمل السكك الحديدي. نحن اليوم في اضراب احتجاجي هو يخص المصداقيه نتاع التفاوض اللي عملناه نهار 17 فيفري 2021 اللي صار فيه اتفاق باش ناخذوا الفارق نتاع منحه اخر السنه اللي كنا ناخذوها في ديسمبر باش ناخذوها في شهريت ومارس هذي. ما رعنا لحد الآن ما زلت ما صارتش فهمتي عنا زوز نقاط أخرين فهمتي حكينا فيهم اللي هي معناتها الخط رقم 13 اللي نعتبروه نحن وتعتبروا حتى البلاد اللي يكونوا خط استراتيجي فيو اللي هو معناتها يهز قرابة 40% معناتها من الميزانية نتاع المؤسسة نتاعنا ما عندناش نحن ضرب مفتوح ولكن فهمتي الوقفة الاحتجاجية هذه إلى حين التفاعل خاطر كل يوم يقولوا لنا غدوة باش نبعثوا لكم التأشيرة غدوة غدوة إلى حد الآن فهمتي تو من النهار 22 تبعثت المراسلة لرئيس الحكومة إلى حد الآن معناتها مازال ما ثم شيء ولهذا معناتها هذا علاش عملنا هالوقفة الاحتجاجية نتاعنا. تداعيتها على المواطنين والله من في النقطة هذه نعتذر للمواطنين نحن شنو كطرف نقابي راه عندنا المصداقية نتاعنا هي كلمتنا وين خذينا كلمة معناتها مع سلطة الإشراف معناتها نهبت الخدمة نتاعي اللي هي معناتها قرابة 6000 عائلة فهمتي ونقول لهم فهمتي راهو ها الوضعية ها واش اتفقنا وإذا معناتها في الأخر باش نطلع كذب راهو حتى الخدمة نتاعي معناتها تهرب علينا. اليوم صباح صار توقف فجئي عن العمل ابتداء من الساعة 9 صباحا على كامل الشبكة الحديدية التونسية وبالتالي تقريبا كل القطارات وقفت عن العمل. الموضوع التوقف هذا بالأساس هو منحة آخر السنة وجملة من اللقاءات الأخرى. النقطة هذه كانت موضوع اتفاق مع معناتها مع الطرف النقابي خلال جلسة بتاريخ 17 فيفري 2021 على أساس أنه بشتقع التسوية في أجرة شهر مارس 2021 لكن التسوية هذه ما تنجم تقع إلا بعد القيام بجملة من الإجراءات تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك للحصول على تأشيرة رئاسة الحكومة وموافقتها على التسوية هذه. احنا في الإطار هذا نعتذر للسادة الحرفاء عن التعطيل اللي عرفوه ابتداء من اليوم الساعة 9 صباحاً.